يعني انت حضرتك بقى كده يعني، واحنا في نهايه الحلقه عاوزين انت حضرتك تتمنى ايه لمصر بجد يعني الفتره اللي جايه كده، وداخل علينا سنه جديده 2025؟ لا اتمنى لها طبعا في حاجات كتير قوي الواحد يتمنى لها كل خير، وانها تبقى في حاجه في حته تانيه. نتمنى لمصر امنا ام الدنيا طبعا انها تكون اعلى دول العالم في كل حاجه، في الاقتصاد، في الصناعه، في الزراعه، في كل حاجه. انت شايف انت شايف شايف الرؤيه الرؤيه ان شاء الله خير، لانها محفوظه من عند ربنا سبحانه وتعالى. اما اتكلمنا برضو معلش شويه كده، ان حضرتك شايف دور الرئيس عبد الفتاح السيسي والاجتهاد اللي هو عامله، عاصمه اداريه والطرق والراس، الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا شبكه الطرق ما شاء الله والبنيه التحتيه اللي شغالين فيها دلوقتي وفرت على الناس كتير، عامل حاجات كتير تفوق الخيال. بس هي المشكله ان الناس المغرضه مش موصله ده للناس البسيط، العامل البسيط. لازم يوصلوا له ان الراجل ده والقياده السياسيه اللي موجوده حاليا بتبذل اقصى جهد انها توصل لمرحله الامان، لان المنطقه على صراع، على صفيح ساخن زي ما بيقول. واحنا بنتمنى من الله عز وجل ان ربنا يحفظ مصر وشعبها وقيادتها والرئيس عبد الفتاح السيسي. اللهم امين يا رب. طيب معلش سؤال كده، اتطرق لسؤال يعني مرتبات العماله عندك، هل انت شايف بتقضي الغرض بتاع والله احنا لو عملنا المستحيل مش هيقضي برضه، لان معلش يعني لا 4000 ولا 5000 ولا 6000 يعملوا حاجه في الوقت الحالي. بصراحه بس يا سبحان الله انت بتلاقي فيها حاجه فيها اسمها بتلاقي البركه كده سبحان الله ماشيه الناس كلها. والله هي ربنا سبحانه، انا لما اجي احاسب نفسي اخر الشهر انا صرفت عملت ايه، بتلاقي سبحان الله موجود في كل بيت بياكل لقمه حلال يبقى فيها بركه. هو ده الاهم بجد والله فعلا القرش الحلال بجد طبعا عشان هو الحلال اللي فيه البركه. لو نص هيساعد الكل زي ما بيقول، يبقى فيه بركه كبيره. حضرتك العماله بتتقدم ازاي للشركه عند حضرتك؟ يبقى في اعلان مثلا او تسويق؟ لا لا ولا هو انا زي ما قلت لك الحمد لله يعني اللي هي تقصد ان انت في تسويق الفيسبوك دلوقتي احنا محتاجين عمالة الفيسبوك طبعا وسيله اجتماعيه سهله جدا ان انت تتواصل معاهم. بس انا مسمن بقى لي فتره كبيره في موضوع العماله، مشهور مشهور يعني معروف مدحت الغريني بيودي فين بيجيب منين كده، متواصل معايا على طول يعني سواء بالفئه مع اغلبيه الطبقه الغلبانه زي ما بيقولوا، متواصلين معايا دايما يعني على طول على ارض الواقع. طب حضرتك برضو يعني خلاص انت يعني خلاص في نيه الترشح وخلاص اعلنت عنها، دور بقى حضرتك الخدمي برضو عاوزين نتطرق بيه لشكل اوسع شويه، مش عشان احنا عشان الجمهور، لا عشان خاطر كل واحد هيدي لحضرتك صوته يعني بناء عليه. انا اتمنى ان الناس اللي عارفاني على ارض الواقع من العماله والمثقفين ان هم يتعاونوا معايا، لان انا دوري خدمي في المقام الاول والاخير، اوصل للبيت، اوصل للشارع، اوصل لكل حته في دايرتي على مستوى مركز كفر الزيات وبسيون، اني احل مشاكل الناس الغلابه وبمساعده الحكومه، وانا نساعد معاهم كمان. انت كمان حضرتك كنتي ان بتنزل تقريبا قوافل طبيه او حاجه زي كده. نزلت في كذا قريه كده قوافل طبيه باجر رمزي للكشف او للمريض ب 10 جنيه. ممتاز جدا. وبيعملوا نظارات واشعاعات باجور رمزيه جدا يعني ما تتعدش يعني. ده بقى دور كل بجد حد دي مستمره هو ده. ولا عايزين نعرف يا احمد دي مستمره ولا لا؟ هي كل شهر ممكن انزلها قريه. انا عن نفسي نزلت طبعا يعني على مدار السنه قصدك؟ على مدار السنه متواصله يعني. واكيد المركز عندهم بالتليفون مركز كبير متواصلين معايا. متواصلين معايا. ما اكيد حضرتك مش هتنزل يعني نائب عن القريه بتاعت حضرتك بس، لا اكيد المركز. ايوه ما اقصدش يعني حضرتك كل دول في رقبه حضرتك. طبعا طبعا ده الواحد يعني نتمنى ان انا نبقى في البرلمان بامانه يعني عشان نوصل لقلب الناس الغلابه. لا حضرتك بقى دور خدمي اكتر غير كده يعني؟ طبعا خدمي في المقام الاول. انا قلت لك خدمي أيوة. أنا لا انا اقصد في حاجات تانية انت حضرتك برضه بتقدر تعملها يعني مثلا من خلال الحزب او من خلال حضرتك بشكل شخصي لو في حالات محتاجه مساعده بالدعم. طبعا كشخصي في حاجه في لا يعلن عليها ان انا بنساعد الناس الغلابه في الخباء يعني. اصل ده مهم حضرتك ان يكون ناس بتبقى محتاجه جدا، بس ما ينفعش ان الواحد يقول انا اديت انا عملت، ما ينفعش خلاص الخير اللي حضرتك بتعمله. طبعا ربنا يجازي كل واحد خير يعني ان شاء الله. مميزات عضو كمان مجلس الشعب اللي انا اعرفه برضه يكون سهل الوصول ليه ولا ده؟ انا شايف حضرتك لا سهل طبعا، ده انا في كل بيت. كل بيت ايوه بالتليفون او نوصل له ماشي كده. لان دلوقتي بقى برضه في مشكله كبيره متصدره عن اعضاء مجلس الشعب، بياخد الحصانه او بياخد